بالتأكيد هذه الخطوة هي خطوة كانت منتظرة من قبل الأسر الإداريين، كان منول بها القيام قبل عام تقريبا، ولكن أجلت لظروف الحوارات وما إلى ذلك. كل الطرق أدت إلى يعني نتيجة التي نراها الآن للأسير هشام أبو هواش، هذا المعتقل الإداري والذي يصارع الموت المحقق، وهو على وشك 140 يوم في الإضراب المتواصل والمفتوع عن الطعام. لذلك ليس من أمام الحركة الوطنية الأسيرة وبالذات المعتقل الإداريين إلا الشروع في هذه الخطوة، والتي تعني يعني شلل سيصيب المحاكم الصهيونية، عدم الامتثال أمام المحاكم من قرابة 500 معتقل إداري. هذه من شأنها أن تربك حسابات المحاكم وأن تربك حتى حسابات مصلحة السجون، ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية، وهي أيضا تمهد لخطوات أخرى قادمة. لن يكتفي المعتقل الإداريين فقط بمقاطعة المحاكم، ولكن هناك خطوات أخرى كدخول أفواج من المعتقل الإداريين أنفسهم في الإضراب المفتوع عن الطعام بشكل حتى جماعي، وتطوير الخطوات الفردية رغم أن الخطوات الفردية لا زالت تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها. لكن المطلوب اليوم هو موازاة مع هذه الخطوة المهمة جدا والدقيقة أن تكون هناك خطوات قانونية على المستوى الفلسطيني الرسمي. لا يعقل أن تترك السلطة الفلسطينية بإطارها الرسمي المحافل الدولية وأن تترك المعتقل الإداريين يقرروا لوحدهم هذه الخطوات. إذا سيد عبد الله، هذه الخطوة من ناحية قانونية، هل يمكن أن تحدث تغيير في طريقة تعاطي الاحتلال من ناحية الاعتقال الإداري، أو على الأقل يمكن أن تعري هذا الأسلوب الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي؟ بالتأكيد الجزئية الثانية هي الجزئية المتوقعة. الاحتلال يتبجح أمام العالم بأن هناك نظام قانوني، أن هناك محاكم رسمية، وأن هناك قرارات تؤخذ بعد مداولات وبعد يعني إجراءات إدارية وقانونية بحتة وصرفة، وهذا عكس الواقع. لذلك خطوة الأسر الإداريين من شأنها أن تفضح وأن تعري وأن تكشف عن الصورة الحقيقية، الفظاعات التي تمارس وترتكب من قبل ما يسمى بالقضاء الصهاينة وبالمحاكم الصهيونية بحق الأسر الإداريين. أيضا في صعيد ثاني، هذه الخطوة أيضا من شأنها أن تؤسس لمرحلة ثانية، وهو أن تقوم الحركة الأسيرة أيضا بمجملها. وهذا القرار والخطوة صحيح أنه في حينها، لكن لا بأس أن نعلن عنها. لربما الحركة الأسيرة تخطط أيضا في القادم لمقاطعة 5000 أسير أو قرابة 5000 أسير للمحاكم الصهيونية، وفي بعض الحالات الفردية نجحت هذه المقاطعات في تشكيل ضغط على ما يسمى بالقضاء وبهيئة المحكمة. لذلك نحن الآن نقول هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤسس لما بعدها على صعيد: أولا كسر سياسة الاعتقال الإداري وفضح ما يمارس من فظاعات بحق المعتقل الإداريين، وعلى الصعيد الثاني أيضا فضح المحاكم الصهيونية وتعيرة صورتها القبيحة أمام هذا المجتمع الدولي الذي نعم سيد عبد الله. ولكن تواصل الحركة الأسيرة مع نادي الأسير ومع هيئة الأسرى، هل هذا يعني أن هذا الأسلوب أو هذه الخطوة، أي مقاطعة المحاكم الأسرى الإداريين، مقاطعتهم للمحاكم، يمكن أن تعتمد كأسلوب نضالي خلال المرحلة القادمة، وبالتالي تعمم على جميع الأسرى ولا تكون كخطوة فردية يقوم بها أسير دون آخر؟ بالتأكيد هذا ما كنت أقصده في حديثي. هذه الخطوة أخي الأستاذ أحمد كان مخطط لها قبل قرابة عامين، كان من المفترض أن تقر قبل عام، لكن أجلت لمزيد من البحث والتشاور. وحينما رأى القانونيين الفلسطينيون، وحتى تم استشارة بعض قانونيين عرب ودوليين بارعين، أفادوا بأن هذه الخطوة ستكون ذات جدوى، وهي تؤسس بالتأكيد لمرحلة مهمة على صعيد كسر سياسة الاعتقال الإداري بدرجة أساسية، وحتى على صعيد بقية الأسرى الذين يحاكمون بمحاكمات خيالية تصل إلى 59 مؤبد وإلى 48 مؤبد مرة مدى الحياة. هذه كلها الخطوة من شأنها أن تحدث تغيير على صعيد الثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية من قبل الحركة الوطنية الأسيرة في رفض أشكال ما يمارس من قبل المحاكم الصهيونية. وهذا الرفض اليوم يأتي رفض عملي، وسيؤسس إن شاء الله رب العالمين لما بعده.